سعد بيركب ما شفته حلو بالطبع. السلام عليكم. المقطع هذا انا سكرت صوت فيه لان فيه موسيقى حاطينها المشغلين اللعبة وفيها حقوق باليوتيوب. اللعبة هذه مثيرة وما انصح يعني احد يركبها الا اللي فيها روح المغامرة. هذه بتاية بنهاية الوولك ستريت، يعني وانت جاي من مطعم ابو عبد الله لغاية الوولك ستريت تطلع يسار كأنك رايح للمينة، فهي مثيرة حلوة لكن تطول على ما تنطط فيك، يعني تصعد وتنزل وتصعد وتنزل، فهذا المثير فيها، يبي لها قلب قوي. شوفوا يلا الله الله هذا اللي تعبك باللعبة. شوف شلون تصعد وتنزل تصعد وتنزل. اما السيفتي فيها يعني مثل الحزام، لكن حزام حديد وفعلا جميلة جدا. يعني كم سنة وانا اروح لتايلند ما دليت اللعبة هذه، مع اني امر جنبها لكني ما اشوفها. فهذه اللعبة ممتازة ويصورونك طبعا يحطون لك سي دي فيه. سعر اللعبة تقريبا يمكن 1400 بات او 800 بات، والله نسيت بالضبط، لكن اللي يجي سياحة يدفع، يعني ما يهمه المبلغ البسيط هذا. اللي دلوني على اللعبة من اخواني هم ثلاث عوازم، واللي راكب وياي والله اني نسيت اسمه، يعني حاول اني اتذكر اسمه عشان اكتب اسمه معاي لكني نسيت، واشكرهم جدا. خلاص اقول مركبها مره ثانيه، اولت مركبها اوكي فينيش 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 والله ضحكت والله وجهك يا رب. اقول خلاص مره ثانيه مركبها التوبه استني ضحك بتايه. شوف حلوها من فوق هاي، شوف علامه بتايه، شوف علامه
الله. زين خلاص وقفي خلاص. خلاص. ينزل على خبير الحين ما يصير. والله مساعد وزيري. طفرتنا فوق. خلاص انا 4 مرات شوف نفسي وحش. لو ما تثبت رجلينك مشكلة. ايه طيب. والله ركبت اول مرة اللي معاي بكرة والله. قسما بالله بك انا اضحك. لا عاد ما عاد. بس دف بعدين. اوه. اوكي. اوكي. خلاص اركبها مره ثانيه.